السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا، يا هلا وغلا ومرحبا بالاخوان والاخوات المصونات اللي يتابعونا في هذا السناب. شوفوا هذه الغرشة، هذه ابو 10 تولات اللي هي ابو سمكة القديم، تمام؟ شوفوا كيلو محمد علي رود بومباي 4 3 طيب، هذا ابو 10 تولات. هذا ابو ربع توله من نفس الدهن، اللي يبغى يجي يجرب يجي يشوف نفس الريحه ونفس الريحه هنا. طبعا هذه ما هي مصنعه الحين، هذه مخزنه من سنين زي ما علمناكم، شارينها تركه كامله. طيب كيف اتاكد وكيف اعرف ان هذا ابو سمكه الاصلي؟ خلوكم معي. شوفوا طالة عمركم، هذا هو الوكيل المعروف اللي كان يورد ابو سمكه للسعوديه، اللي هو عطاري محمد علي رود بومباي، وهذا رقم تصريحه، هذا هو نفسه الموجود هنا. طيب في دلائل كثيره، شوفوا شكل الربع، شكل الغطاء، هذا ما عاد في منه الحين، ما عاد في منه الحين، هذا من عشرات السنين انقرض. طيب غير هذه، ترى ابو سمكه يجيك من مصنعه زي كذا مغلف، تشوف بالله هذا تغليف جديد، شوف شوف شوف، هذا تغليف جديد، شوف صار زي الصابون، ماش الكاميرا ماش ما جملت. شوفوا زي ما قلت لكم سلمكم، والله يجيكم مقفل زي كذا من مصنعه. طيب شايفين الكيس؟ الكيس على طول انقطع، يعني ما هو بجديد. هذه دلائل تدل ان هذا الدهن مخزن من عشرات السنين. خلنا بوريكم باقي، ما سوينا شيء. طيب تعالوا شوفوا اللون اللي هنا، طيب اللون اللي في نفس العبوه، هذا لون تصنيع جديد، شوف الغطاء، اللون هذا جديد، هذا لون تصنيع جديد، هذا قوام دهن جديد. ما خلصنا باقي قوام الدهن، طيب شكل القارورة، اسم الوكيل، ريحة الدهن، إذا عندك أحد يميز قل له يا أخي شم، هذا أبو سمكة ولا ما هو أبو سمكة؟ طيب بوريكم حاجة أخيرة، ما هي بأخيرة، باقي فيه أدلة كثير. طيب توضح لكم أنتم أذكياء، شوفوا القارورة حقت أبو سمكة من أسفل، يجيك مطبوع فيها طباعة على القزاز، النجمة هذه تشوفونها، هذه مطبوعة في كل عبوة وما هي موجودة إلا في أبو سمكة بس. أخيرا قبل أن نختم، العرض ساري وباقي عليها تقريبا اقل من 24 ساعه وينتهي العرض ب 410. كبير سن اذا عندك يشم ويحكم يا اخي، اما تسال واحد هو ما لحق على هذا الدهن ويفتي لك لا هو ما يجي الا في 10 تولات، هذا ابو 10 وهذا نفسه، هذا هو نفسه، وهو كان يجي كذا ترى. اسالوا اهل العلم، اسالوا اهل الخبره، اسالوا اللي كانوا يتطيبون بهذا ابو سمكه زمان، كله كيف كان يجيك؟ يبي يقول لك كان يجي فيه نجمه النص توله، عفوا الربع توله والتوله، كانت تجي بالنجمه كذا وكانت تجيك بهذا الشكل، الغطاء هذا شكله. هذا شكله. ما في منه الحين. خلاص ما عاد في منه. يجيك اسم الوكيل عليه ورقم تصريحه، هذا هو دهن ابو سمكه المعروف قبل عشرات السنين. زي ما قلنا ونكرر، اسناد الامر لغير اهله يسبب لنا كوارث ومصائب. اسندوا الامر لاهله.
وإذا جاك تمام أنت في حل فكه، إذا قال لك كبير السن أو الرجال اللي يعرف هذا ما ينفع رجعه. أما أنك تفك هذا وتجرب وتشم وتقول ما جاز لي، هذا صعب لأن هذا نادر، هذا الختم أو هذا ما هو من عندنا، هذا إذا انفك خلاص يعتبر هذا مستعمل. لذلك اللي بيشتري الدهن هذا يقتنيه تمام، يفكه وياخذ راحته، يفك الكيس هذا مرة وياخذ راحته. إذا تأكد من واحد رأي خبرة قال له هذا ما هو أبو سمكة، حقك مرجوع. أما في حال أنك تبغى تجرب الدهن أو تشمه فقط أو تعرف ريحته، فأرجوكم رجاء خاص إذا جاك الدهن شفته كذا ما ناسبك لا تفكه، خلاص رجع زي ما هو حنا نقبله. أما أنك تفكه وتجربه وتطيبه وتشم ريحته بعدين تقول أنا ما جاز لي، خلاص هذا يعتبر مستعمل، نحن ما عندنا نبيع جديد. فرجاء رجاء رجاء إذا وصلك الدهن زي ما هو كذا شفته ما ناسبك قل لا ما أبغى رجعه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. مساكم الله بالخير، شوفوا هذا مستخلص بثلاثة الورد الطائفي. طبعا هي نافذ من المتجر وما عاد فيه للبيع خلاص. الآن الموجود هذا نبي نستعمله للخلطة الجديدة، هاي ثلاث ثولات نبي نستعملها للخلطة الجديدة، خلطة ملكية. يا سلام، وصلت ريحة الحرم. الله 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 يا الدنيا، مين يلاقي ذا؟ لا إله إلا الله، أنواع. هذا أبو سمكة وهذا أبو طاووس. يا أخي يمكن لو تحطه كأنك ماشي جنب الحرم. سبحان الله، والله تسلم يا ميسم الورد، أنت من أهل النوادر نسميك، ما شاء الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار سبحانه. اللهم يا رب يا كريم، ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك. أمسينا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوفوا سلمكم الله، هذا مستخلص بثلاثة ورد الطائفي ما شاء الله تبارك الله. هذه الخلطة الملكية، هذا اللي تشوفون قدامكم، هذه 10 تولات من دهن أبو طاووس القديم. هذا أول إصدار من الدهن، أول إصدار جاك بشكل الطاووس هذا.
تمام؟ وكانت تجي في العشر تولات، وكانت تجي في الربع تولة، وكانت تجي في التولة هي وأبو سمكة. كانت تجي هذه أشكالها، هذا أبو عشرة وهذا أبو عشرة، هذا أبو سمكة، هذا أبو طاووس، الربع هذا الربع أبو طاووس، هذا الربع أبو سمكة. تشوفونها هذه هي. تجيك العبوة اللي هي أبو طاووس بهذه الطريقة، وأبو سمكة بهذه الطريقة اللي هي العشر تولات. الربع تولة تجي كذا، الربع تولة أبو طاووس تجي كذا. أبو طاووس كانوا يجيبون 10 تولات بس كانت تجي منها، بعدين طلعوا منها الربع تولة بعد تقريبا 5 سنوات من هذا الإصدار. يعني تكلم أنت قبل عشرات السنين، قبل عشرات السنين، ما هو حتى يعني كان هذا مثلا قبل 70 سنة، بعدها ب65 سنة، يعني بعدها ب5 سنوات، يعني 65 سنة طلعوا هذا. كذا اتضحت الصورة. شوفوا كان يجي، شوفوا الشمع، هذا الشمع من الداخل، شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا الشمع، الشمع يجيك من الداخل، تشوفونه زي كذا، هذه تجيك مشمعة كذا مقفولة. تراني فاتحها لخاطركم عشان هذا أنا فكيته، وكان ترى زي كذا مشمع وكل شيء. تجيك العلبة بهذه الطريقة يا لويز، تشوفونها، وهذه فتحتها من الأعلى. هذا أبو سمكة. بالنسبة لأبو طاووس هذا هو أيضا نفس الغطاء ونفس الطريقة. اللي يقتني هذا أو يقتني هذا يصعب عليه إنه يستعملها. خلونا أوريكم حاجة ثانية، اللي يبغى يصور يصور الشاشة كذا، شوف كذا يصير واضح. اللي يبغى يصور أبو طاووس، اللي يبغى يصور بسمكة كذا واضح معك، اللي بيصور بثلاث الورد من حقه. طيب أوريكم حاجة ثانية، شوفوا ما دي بغالها تصوير، الفيديو ما يجيبها. هذه مكتوب فيها طبعا حجم العبوة، ومكتوب فيها الدهن اسمه بالانجليزي والشعار حقهم، وتحت مكتوب نفس الكتابة اللي موجودة على جميع الأدهان اللي نبيعها. الختم شوفوا كيف، هذا هو الختم، الشمع اللي كان يجي في الـ في الـ في الأبوات هذه الكبيرة. زمان ما تلوث بالوصافة، وكان الجار بالجار ارتباطة، وكان الوصل ممدودة حبالة. نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة، وزار بعضهم في نصف ساعة
شكل العشب من شفه ساله عسى الله يسقي ايام البساطه زمان ما تلوث بالوساطه وكان الجار بالجار ارتباطه الله يسقي ايام البساطه زمان ما تلوث بالوساطه وكان الجار بالجار ارتباطه وكان الوصل ممدوده وكان